احد المشاهير ايضا بلا شك معروف للغايه هو الشيف بوراك، الشيف التركي الذي له شهره عالميه عن طريق الاطعمه المميزه التي يقوم بتحضيرها، وايضا عن طريق نشاطاته المتعدده على السوشيال ميديا، حتى انه بالنسبه لابناء الامه العربيه كثير منهم يتمنون الذهاب الى مطعم الشيف بوراك في اسطنبول من اجل الاكل داخل هذا المطعم. عموما دعونا نشاهد الشيف بوراك في تلك الصوره. الشيف بوراك يشارك باخماد الحرائق في انطاليا. امام حضراتكم الشيف بوراك يساعد رجال الاطفاء، يمسك بخرطوم المياه من اجل المساعده في اخماد النيران المشتعله في تلك الغابه بانطاليا. الشيف بوراك كتب على صفحته، كتب على الصفحه الخاصه به، وذكر بان تركيا لا تحترق فيها الغابات ولكن تحترق فيها أرواح الأتراك، وأنه على الفور لابد من تقديم المساعدة، وقام بنشر تلك الصورة وتحدث أيضا وهو في طريقه إلى تلك الغابة بأنه يتتبع مصدر النيران من أجل المساهمة في إخماد تلك الحرائق. تحدث أيضا وذكر بأنه يجب على الجميع أن يساهم في تقديم يد العون لرجال مكافحة الإطفاء. بالمناسبة يبذلون مجهودات كبيرة جدا، وشاهدنا حتى العديد من الأفلام الدرامية تتحدث عن دور رجل الإطفاء وكيف أنه يقوم بتقديم العون لدولته، وكيف أنه من الممكن أن يضحي بحياته في سبيل إنقاذ أرواح الآخرين وفي سبيل إنقاذ الممتلكات العامة والخاصة. عدد أيضا من رجال الإطفاء استشهدوا، نعتبرهم شهداء بإذن الله داخل تركيا جراء محاولاتهم إطفاء تلك الحرائق المشتعلة. عموما تحية للشيف بوراك ولتلك المبادرة الرائعة، دوما نجده حاضر في كافة المناسبات والمواقف